مرحبا اصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الميزان الاسبوع الاول من شهر 3 مارس اذار 2023 ان شاء الله سيبتسم لك الحظ على جميع الاصعده راح تقدر تحقق كل الاهداف والطموحات التي تسبو اليها بتمنى من الجميع يا اصدقائي اللايك التشجيعي والاشخاص الجدد ما ينسونا بالاشتراك في القناه مهم جدا كمان تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض باذن الله تعالى طبعا يا اصدقائي للتواصل على طريقه الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو بصندوق الوصف ومرات بكتبه في التعليقات اما الاشخاص اللي عندهم سؤال معين وحابين يعني اجابه عليه بشكل سريع جدا بيقدر يستخدم ميزة شكرا لفت انتباهي للسؤال تبعه لنرى يا أصدقائي يا موليد برج الميزان شو لكم بالفترة القادمة بسم الله ينتابك شعور في الوحدة رغم كثرة الناس حولك هذا بسبب خيبة الآمال اللي تعرضت لها من أعز الناس على قلبك من أفراد العائلة والأصدقاء فطلعت بنتيجة إنه كله مصالح ما في حدا صالح هذا الموضوع بخليك تركز على أمورك الشخصية وتحاول تطور من مواهبك وقدراتك وراح تنجح بهذا الأمر، لأنك تحقق العديد من الفرص الرائعة جدا والثمينة، ورح تقدر من خلالها إنك ترفع من دخلك المادي. من ناحية أخرى، تزداد شعبيتك، وأيضا تقربك من أفراد العائلة. لو في امور كثيره تدور في راسك بعدك مش ماخذ فيها قرارات نهائيه في الامور المهنيه وايضا العاطفيه راح تحاول انك تستشيرهم وما راح يبخلوا عليك بالنصيحه اللي بتدفع بمصالحك الى الامام بنرى ايضا يا اصدقائي شو مخبالكم باذن الله تعالى حاول انك تركز على امورك الشخصيه مثل محفظتك تلفونك اغراضك هناك شخص يتربص بك كالاعداء ويحاول سرقتك او غدرك هذا الشخص من الاشخاص المقربين من حولك وايضا من الناس اللي عزيزين على قلبك وبحياتك زي الثعبان يعني بوجهك زي الملاك وبستنى بس تلف وجهك ما راح يتردد بغدرك وبخيانتك الله يحماك بحمايته يا صديقي يا برج الميزان هناك مكسب مالي عطريقة الحظ والصدفة رزق من رب العالمين الله يرزقك كمان وكمان سيقترح عليك احد الاصدقاء الذهاب الى رحلة ترفيهية وانت بحاجة لهذه الرحلة وخصوصا اللي تكسر الروتين اليومي تبعك المليء بمشاغل الحياة اللي أبعدتك عن الأمور الترفيهية لنرى يا أصدقائي شو لكم أيضا بإذن الله تعالى بسم الله هناك خلاف بينك وبين الشريك وخصوصا المتزوجون. هذا الخلاف رح يتطور ورح يتدخل احد افراد العائله لحل هذا الخلاف بينك وبين الشريك. حاول قدر المستطاع انك لا توصل الامور للمرحله هاي. لانه يا صديقي يا برج الميزان اعرف انه كل الأشخاص اللي حولك بصبوا زيت على النار ما في حدا يعني قريب يعني بجود لك بمعنى الكلمة فحاول أنك تحتضن الأمور وأيضا أنك تحافظ على هدوء أعصابك عشان تسيطر على الأمور من حولك وتدفع بمصالحك إلى الأمام بإذن الله تعالى من ناحية أخرى تتلقى أنت والشريك العديد من الدعوات إلى مناسبات سعيدة. من أحد هذه الدعوات ستكون حفل زفاف أو خطوبة لشخص قريب منك وستكون بهذا المكان رائع جدا ملفت للانتباه ذو إطلالة رائعة. سيحاول شخص زرع الفتنة بينك وبين الشريك وخصوصاً إنه عنده معلومات إنه في خلافات بينك وبينه هذا الشخص سيلعب بنار الغيرة لا تدع أي شخص يتدخل بينك وبين الشريك إنه هذا الشخص قاعد بتدخل بس بطريقة كيف تدريجية تيشوف متى بتوقف أو بتصده نكمل يا أصدقائي نقرا الان عاطفيا للاشخاص اللي عندهم شريك حياه مستقبلي تبدو الامور جيده ستنسق الامور انت والشريك المستقبلي للامور المستقبليه ورح تتفق معه على العديد من الامور اللي حابين تنفذوها بالفتره القادمه وسيكون اغلب هذه الامور موعد الزواج وأيضا أشياء أخرى كتجهيز لحفل الزفاف. هناك لقاء بينك وبينه بواخر الأسبوع سيكون لقاء رائع جدا وستحصل على هدية رائعة جدا من الحبيب. ستعزز العلاقة الحب بينك وبينه. الله يديم المحبة وان شاء الله يتم هذا الموضوع بخير وينولك اللي بالك والزواج الصالح وخصوصا انك تعرضت بالفترات الماضية للعديد من خيبة الامال من الاشخاص اللي حولك اما في الامور الصحية الجهود اللي بذلتها في الحمية بالفترة الاخيرة عادت إليك بطريقة إيجابية والصحة بتحسن تدريجي بإذن الله تعالى وإن شاء الله صحتك رح تظلها ممتازة بالفترات القادمة كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي